البرنامج برعاية الخبير المالية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث المملكة، معي أنا راشد فوزان، ونبدأ بالعناوين. الهيئة العامة للأوقاف مشروع لمراقبة أموال الأوقاف، إقرار نظام لحقوق كبار السن، والآن مع أهم الأخبار. أرامكو ترعى أول شاحنة سباق تعمل بوقود الهيدروجين في رالي دكار. في 6 وزارات التحقيق مع 641 متهما بالفساد. في شهر نوفمبر 7 مليار ريال حوالات السعوديين بالخارج، وهي الأعلى في 4 سنوات وفق جريدة عكاظ. وزارة البيئة تصرف أكثر من 69 مليون ريال تعويضا ل 2348 مزارع توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء. مبادرات متعددة أطلقتها السعودية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا. وفي تصريحات لصحيفة الرياض مؤخرا، كشف أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حوار مع صحيفة الرياض عن دعم وزارته لما يقارب 85 ألف منشأة عبر نظام ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل. نتابع وفق هذا التقرير. حزم متعددة لدعم القطاع الخاص أطلقتها الحكومة السعودية منذ بداية جائحة كورونا، وكانت وزارة العمل أحد الجهات التي عملت على تقديم جزء من هذا الدعم. وفي لقاء مع جريدة الرياض، كشف أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية السعودي عن استفادة 477 ألف سعودي وسعودية ودعم ما يقارب 85 ألف منشأة من خلال نظام ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل خلال الجائحة. دعم كان إيجابي والحمد لله من عدد من الجهات، منها وزارة الموارد البشرية، منها وزارة التجارة، الزكاة والدخل، منها الشؤون القروية والبلدية، الجهات اللي مكلفة ومسؤولة عن رقابة الشركات والمحلات خصوصا اللي على الشوارع اللي تأثرت من الأزمة اللي لها تعامل مباشر مع الزبون ومع الجمهور. الحقيقة أنه كان دعمهم إيجابي وكان دعمهم جدا جميل، ولازلنا أيضا أنه نطمح إلى أنه يصير الدعم أقوى وأكثر، لا سيما للشباب السعودي اللي يشتغلون في السوق الآن ومتأثرين تأثر كبير من الأزمة. نتمنى أنه الدعم يزيد شوي علشان يتجاوزون هذه الأزمة. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مجموعة من المبادرات خلال جائحة كورونا، منها تمديد رخص العمل واحتساب توظيف السعوديين في نطاقات، وإطلاق الصندوق المجتمعي برأس مال قيمته 500 مليار ريال، وإطلاق المنصة الوطنية للتبرعات ومنصة العمل التطوعي، ومبادرات وبرامج أخرى لدعم توظيف السعوديين. كانت الدولة حريصة على تطبيق نظام ساند خلال تلك الفترة، وإعطاء الموظفين والشركات فترة 3 شهور، تم تمديدها لثلاث شهور أخرى. تم استفادة 90 ألف منشأة من تلك المبادرة، واستفادة حوالي 480 ألف موظف سعودي. تم صرف 3.5 مليار ريال سعودي عليهم كمنظومة للمساعدة والمساندة. ومع هذه المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية خلال جائحة كورونا، إلا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زالت تنظر إلى مزيد من الدعم الحكومي، وذلك لمساعدتها في التعافي من آثار جائحة كورونا. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. وفي موضوع المراقبة على أموال الأوقاف، هيئة العامة للأوقاف تصدر مشروع لمراقبة أموال الأوقاف. في هذا الموضوع أستضيف الأستاذ عبد الله الحميدي، وهو مستشار متخصص بالأوقاف. مرحبا بك أستاذ عبد الله. الله يحييك أستاذ راشد، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. الله يحفظك. خلنا بالبداية نتكلم على موضوع الأوقاف أول شيء. وش المقصود في الأوقاف الآن عشان بس توضح للمشاهد يعني إيش معنى الأوقاف؟ الله يعطيك العافية، بارك فيك وشاكر لكم هاللقاء اللطيف. وبالنسبة للأوقاف، بارك الله فيك،
المقصود بالأوقاف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، هذا المصطلح الشرعي. ومعنى حبس الأصل يعني أن يكون للمسلم أصل يوقفه في سبيل الله، يجعله صدقة لله، لكنه لا يتصرف في أصله، يعني لا يبيعه أو يورثه أو يهبه لأحد، وإنما يبقى أصلا ثابتا، وريعه أو ثمرته سواء كانت ثمرة عينية مثل ما لو كان مثلا يدر أموال مثلا، عفوا يعني ثمرة نقدية يعني يدر أموال مثلا، أو ثمرة عينية أو معنوية، حتى كان يكون مثلا للسكنة عقار للسكنة أو نحو ذلك، يستفيد منها الفقراء أو المحتاجين أو المستشفى يعالج فيه أو هكذا. فهذا هو المقصود بالوقف في الشريعة الإسلامية، وقد حثت عليه الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة في نصوص كثيرة، لو أحببت ممكن نذكر بعضها. طيب، هل المقصود بالوقف أو الأوقاف أن هي تكون يعني خلاص إذا يعني وضع الوقف يعني خرجت ملكيته بالكامل وبالتالي لا تعود له، كذا صح؟ اي نعم، احسنت. الوقف خلاص يعني ينتقل من ملكه الشخصي الى ملك الله جل وعلا، لذلك موضوع الوقف موضوع حساس ودقيق، فالانسان وهو يتصرف في الوقف سواء كان مديرا لهذا الوقف او ناظرا عليه او مسؤولا عنه او مشرفا عليه، فهو يدير مالا لله سبحانه وتعالى، فالموضوع فيه حساسية عالية جدا، وينبغي أن يدار بأعلى يعني شفافية وعناية وإدارة وحنكة وضبط. طيب، الهيئة العامة للأوقاف الآن لديها مشروع لمراقبة أموال الأوقاف، وش المقصود في ذلك؟ طبعا بالدرجة الأولى موضوع المراقبة معروف، هو ضبط الصادر والوارد، ضبط المصروفات، كيف يحصل هذا المال وكيف يصرف هذا المال، هذا هو المقصود العام بالرقابة والمتابعة. طبعا الرقابة تتدرج، يعني الشريعة الإسلامية شرعت على المسلم رقيب من نفسه، يعني الله جل وعلا أمر الإنسان بالتقوى، والتقوى هي أن يراقب الإنسان نفسه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، يعني يأمر الإنسان أن يتق الله في نفسه. فالرقابة هي ذاتية دلت عليها النصوص وحثت عليها الشريعة ورغبت فيها. وإذا كان المال مالا لله جل وعلا فإن العناية به والحرص عليه وضبطه ستكون أعلى وأهم وأكبر عناية من قبل المسلمين. يعني قد يكون هناك الكثير يريد أن يضع وقف، لكن خلنا نقول وش الموثوقية اللي هو عشان يثق أنه يعرف أنه هذا الوقف سيذهب بالتالي بطريقة صحيحة، وبالتالي كل عوائده يستفيد منها يعني الفقير والمسكين والمحتاج وإلى آخر. يعني كيف نخلق الموثوقية عند الناس أو من يريد أن يضع الوقف سواء كان غني أو غير غني؟ طبعا بالنسبه للاوقاف المعتاده، الاوقاف التي تضبط وتثبت في المحاكم الشرعيه او الاعصار تثبت في كتابات العدل، هذه لها نظامها ولها طريقتها في اثباتها. لكن قبل ذلك كله هو ينبغي ان يجلس مع نفسه وان يفكر، لان الوقف هو عمر ثاني للانسان. يعني مثل ما انت تفكر مثلا تخطط لان تبني بيتا او ان تعمل مثلا مشروع دنيوي، ينبغي أن تفكر مليا وأن تستشير وأن تجلس مع نفسك كثيرا وتفكر ماذا سأضع لي في عمري الثاني بعد أن أغادر هذه الدنيا، لأن الوقف ثمرته وأثره وريعه يستمر مدى الحياة بإذن الله إذا بارك الله جل وعلا فيه متى ما صدقت النية. فأول خطوة هي أن يجلس الإنسان مع نفسه ويفكر ماذا أحسن وماذا أرغب وما هو الاحتياج في البلد وما هو يحتاج في قريتي اللي أسكن فيها أو بيتي أو أسرتي أو عائلتي قريبة مني أو حي الذي أسكنه، ماذا يمكن أن أقدم من أثر. ثم بعد ذلك إذا تقرر في نفسه وحدد وخطط أنه سيوقف على سبيل المثال عقارا أو مزرعة أو مصنعا أو إلى آخره، يبدأ بالخطوات الرسمية النظامية. تبدأ الخطوات بداية من كتابة العدل، طبعا الآن صارت ميسرة عن طريق الموقع يدخل. تفضل. طيب استاذ عبد الله، هل تؤيد الوقف انه يكون مثلا انا اوصي مثلا مثلا خلينا نقول مجلس وقف يضعون بعض الاثرياء او يضع لابنائه وصيه مثلا
انهم هم يكونوا يعني مسؤولين عن هذا الوقف بعد وفاته او بعد يعني رحيله، ولا انه الافضل انه تسلم لهيئه الاوقاف وبالتالي هي من تدير هذا الشيء، باعتبار انه دائما الوقف العائلي قد ينتهي بعد الجيل الثاني او الثالث. نعم صحيح، النظريه هذه يعني عليها دلائل، لكن هو في البدايه لائحه الوقف او وثيقه الوقف التي يصوغها الواقف طبعا يصوغها بالاستشاره، يستشير محامي، يستشير مركز متخصص في الاوقاف، يستشير جمعيه، يستشير رجال يعني سبقوه من اهل العلم والخبره والدرايه في موضوع الوقف وديمومته والى اخره. ثم بعد ذلك في هذه الوثيقه هو سيضع مستقبل وقفه باذن الله، سيضع مثلا ان الناظر على هذا الوقف هو فلان او المجلس الفلاني. طبعا هذا يختلف على حسب حجم الوقف، اذا كان الوقف صغير فما يحصل انك تضع مجلس ويجتمعون ويصرف على الوقف وكذا، لكن اذا كان الوقف كبير فعلا فحق انك تضع له مجلس، والمجلس ايضا تضع له ضوابط وحدود ولا انصح طبعا انه يعني يعطى للهيئه مثلا مباشره، الهيئه اصلا عندها من اشغالها واوقافها المعطله ومشاريعها الكبيره ما ربما تصرف النظر عن النظر في مثل هالاوقاف الصغيره هذه. لكن الاولى والافضل والاكمل ان يدير الانسان وقفه في حال حياته، ثم بعد ذلك يربي ابنائه ومن حوله على طريقه اداره هذا الوقف، ويضع لهم خارطه الطريق في الوثيقه، ويكون ان شاء الله مع البركه والدعاء والتوفيق ان شاء الله. شكرا لك استاذ عبد الله، مستشار متخصص في الاوقاف، تحدثنا عن موضوع مشروع مراقبه اموال الاوقاف. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعايه الخبير الماليه. هذا البرنامج برعاية الخبير المالية. وفي موضوع إقرار حقوق كبير السن ورعايته والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، أستضيف في هذا الموضوع الدكتور عبد العزيز الكلثم، وهو أستاذ مساعد في علم الاجتماع، لنقاش في هذا الموضوع. مرحبا بك دكتور عبد العزيز. الله يحييك أستاذ راشد. خلنا في البداية أول شيء نتكلم عن الإقرار نظام حقوق كبير السن ورعايته، هل هو نظام جديد؟ يعني الآن أصبح في نظام وقانون له واضح، ولا هو كان موجود مسبقا أصلا ولكن الآن زي ما نقول تم له إضافة أو تعديل وتم إقراره وتطبيقه؟ طبعا أستاذ راشد، زي ما تعرف أنه رؤية المملكة 2030 تدعم جودة الحياة، ومن جودة الحياة تمس جميع المواطنين منهم كبار السن. وفي علم الاجتماع كثير من العلماء يقول إذا المجتمع انتقل من مجتمع بسيط إلى مجتمع متقدم فالأكيد تنشأ بعض الأنظمة الجديدة. نحن متأكدين أن النظام موجود ولكن الآن طور وسيساهم بشكل أكبر في رعاية كبار السن وحماية حقوقهم بشكل أكبر. طيب، من ضمن يعني القرار اللي صدر يعني ذكر أنه حق العيش يعني مع الأسرة ورعايته وحمايته، شو المقصود؟ يعني هل الأسرة صار عليها واجب على كبير السن؟ أول شيء منه كبير السن؟ طبعا تختلف وبالسن ولا بالمرض ولا وشو تختلف التعريف، ولكن انا اعتقد الان يعني احنا في المملكه العربيه السعوديه يعني الحمد لله نعتبر من الدول اللي عندنا الصحه عاليه، وال يعني ما توقع الحياه يصل الى 77 للرجل، فانت تتكلم عن عمر اكثر من اللي كان يتوقعونه يعني ارتفع متوسط الاعمار كثير. بالضبط بالضبط، يعني كان 60 يقولون والله رجل كبير بالسن، الان انا اعتقد انه من 70 فما وراء يعتبر رجل كبير بالسن. وهذه الفئة الغالية علينا طبعا تعيش أكيد في مجتمع مع أسرة، بعضهم قد يعاني مثلا من مشكلات صحية، قد يعاني من مشكلات رياضية، مشكلات اجتماعية في الوصول إلى الخدمات وغيره، فهذه الأنظمة تدعم هذه الحقوق وتسهل لهم العمل. يعني هذه الأنظمة الآن إذا مثلا خلنا نقول ما حصلها كبير السن، طبعا الحالات تختلف، كل مجتمع وكل أسرة وكل عائلة كل واحد له طريقة، لكن احنا نقول لمن يعاني، هل ممكن يكون في هناك ناس يعاني من هذه انه مثلا ما يجد الرعاية ما يجد الحماية، وهل المطلوب ان كبير السن هو اللي يطالب فيها ولا لا؟ لأنه قد يكون مثلا يعاني صحيا او عنده اي ظرف.
طبعا لا، الحكومة تكفل جميع الخدمات التي تقدم لكبار السن طبعا، لكن بالإضافة إلى هذا قد نجد في أفراد كبار في السن في المجتمع مثلا أبنائهم خارج المدينة التي يعيشون فيها بسبب ظروف عمل، بسبب ظروف دراسة. أيضا هناك أشخاص ما مثلا ما خلفوا، طيب هذول من يكفل حقوقهم؟ فمثل هذه الأنظمة تساعد على مساعدة مثل هؤلاء. أما حق اللي انت سألت عنه، حق بقاء في البيت مثلا أو المنزل وضمان حقك، يعني أنا أعتقد أنه إحنا كمجتمع سعودي ثقافتنا الإسلامية ساهمت في أن نرعى كبار السن في الغالب في البيت، ولكن في حالات قد يضطر بعض الأبناء أو بعض البنات مثلا أن يودعوا مثلا والديهم إلى مثلا دور رعاية. هل بيكون هناك يعني معاقبة أو محاسبة لمن خلينا نقول يقصر في حق كبير السن، قد يكون والده أو والدته أو قد يصل للجد والجدة؟ طبعا إحنا كمجتمع مسلم إحنا لما نتكلم عن الشيء هذا يعني نتكلم عن والدي ووالدتي إذا بلغوا عندي، خلنا نقول الحالات الشاذة يعني اللي تصير. نعم تصير طبعا في كل المجتمعات هذه الأمور موجودة، العقوق نسمع فيه كثير ما هو جديد يعني على المجتمع، ولكن الحمد لله أن هذه الحالات نادرة جدا أن يقدم عليها إنسان. وحتى إحنا في المجتمع السعودي الآن أعمار اللي يصلون للسبعين والثمانين قد تجد أصلا محاط بالأحفاد وليس فقط الأبناء، فعنده رعاية من أكثر من مصدر داخل أسرته. يعني هذه نقول انه هذه التنظيمات الجديده هي تكميل واستكمال لنظام الحمايه جوده الحياه زي ما تفضلت على حمايه المجتمع وكبار السن، والله بالاساس تكون موجوده اصلا باعتبار تعاليم ديننا الاسلامي اللي ينص على حقوق الوالدين. بالضبط، وهذه زي ما تقول هي زياده في التاكيد على جوده حياه كبار السن. ممتاز. الرعايه الصحيه، الرعايه الرياضيه وما الى ذلك. طيب ذكر ايضا الحفاظ على صحة النفسيه والجسميه يعني الجسديه والاجتماعيه، ايش المقصود فيها؟ طبعا احنا عندنا ثلاث اشياء يمر فيها الفرد، اللي هي الجسد وهو جسدي، والحاله النفسيه الشعور سواء بالحزن بالاكتئاب بالغربه بالوحده ما الى ذلك، والحياه الاجتماعيه والحاله الاجتماعيه اللي تحيط به في المجتمع سواء في اسرتي الصغيره او في مجتمعي الكبير. فاحنا نتكلم عن ثلاث مستويات يشعر فيها أو يعيشها الإنسان في كل مراحل حياته. طيب في أيضا عدم إدخال الكبير إلى دار الرعاية أو بقائه إلا بإذنه، يعني تجد مثلا خلينا نقول العاقين اللي نرى إن شاء الله أنهم قليلين جدا وحالات شاذة، قد يكون هو مثلا هذا الشخص اللي يدخل دار الرعاية يعني يمكن لا يشاور حتى، فهل هذا يعتبر تجريم لمن يمارس هذا الشيء بدون موافقة؟ النص واضح أنه يا أنه هو موافق أو بأمر قضائي. يمكن في السابق أنت تروح تنزله تقول له والله أنا أبغى يرعونه مثلا في مكتب رعاية أو شيء بدون موافقته، وهذا يعتبر انتهاك لحقوقه. مثل ما احنا نرعى حقوق الطفل، نرعى حقوق الشاب، نرعى حقوق المرأة، أيضا نرعى حقوق كبير السن أو كبيرة السن في المقابل. الآن النظام أوضحها صريحة أنه إما بموافقته أو بأمر قضائي. الأمر القضائي طبعا له حالاته القانونية والأكيد أنه سيفصل في تفصيل هذا، يكون هو صحيا مثلا بغير مثلا غير واعي، مثلا عقليا فقد جزء مثلا من الذاكرة، يعني الأشياء اللي قد تستصعب على الناس أو أهله رعايته في أمان. إحنا يهمنا أمان هذا الشخص، لكن إذا كان وجوده في بيته أو عند أسرته يمثل عليه خطر أو يشكل عليه خطر، نقله إلى دار الرعاية أولى طبعا. حجم كبار السن يعني كعدد بالنسبة لسكان المملكة يعتبر لا زال يعني قليل، لكن تعتقد أنه مستقبلا إحنا محتاجين نعطي دور أكبر رعاية لكبار السن في مسألة النوادي الرياضية، مسألة الرعاية الصحية، أمور كثيرة جدا، هل تشوف أنه إحنا نتجه الآن إلى التحول شوي إلى أنه حيكون نسبة كبار السن يعني خلينا نقول نسبة جيدة من نسبة السكان؟ طبعا إذا الله أعطى الآن الشباب اللي في نهاية الخمسين والستين، ستكلم عن 10-15 سنة ويصبح من كبار السن، فإحنا بنحتاج والوقت أنا أقول إنه إطلاق هذا النظام جاء في وقته، الآن العدد قليل فرح نكتشف الخلل اللي قد يواجهنا في تنفيذ هذه البرامج أو إطلاقها ونتفاداها مع الوقت. إذا كانت النسبة أكبر نكون إحنا جاهزين، وأنا بصراحة يعني أؤيد أنه بدأ هذا البرنامج. المسألة ما هي في العدد، المسألة في الكيف الذي سيقدم فيه البرامج، وتعرف أنت أي برنامج يطبق لازم يمر بمراحل، وهذه المراحل قد نكتشف من أثناء التطبيق أنه في مشكلات معينة، نحاول
نعالجها ونتجاوزها. إذا أصبح الآن احنا نتكلم سكان السعودية الشباب كبير، لكن بعد 20 سنة 25 سنة هم كبار سن سيتحولون. هل تعتقد أنه العبء كله سيتحمل وزارة الموارد البشرية باعتبار هي المنظم أو خلنا نقول الجهة اللي تهتم في هذا الجانب؟ لا، الأكيد أنه من شكل النظام وآليته راح تكون في عدة جهات، سواء حكومية وحتى قطاع خاص. أنت تتكلم حتى عن الجانب القانوني، موارد البشرية ليست مسؤولة عنها، المسؤولة عنها المحاكم. لما تتكلم عن الأندية الرياضية مسؤولة عنها وزارة الرياضة مثلا، أو الهيئات الخاصة التي تعنى بالرياضة، وهكذا. والمستشفيات الصحة مسؤولة عنها وما إلى ذلك من الخدمات. فإحنا نقول أنه العمل متكامل، هذا أكيد، ومن نص النظام تفهم أنه عدة جهات جالسة تعمل وتتكامل لتحقيق هذا الهدف. سؤالي الأخير قبل ما أختم، هل تعتقد أن دور القطاع الخاص يجب أن يكون حاضر في هذه المسألة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. يعني إيجاد الأندية لكبار السن بحيث أنك ما تحرمه من حياته الاجتماعية. أنا أقدر أنه أحيانا يكون في رجل كبير سن في البيت ولكن ما عنده أحد من أصدقائه يزوره، لأنه أيضا هو جالس في البيت ومتعب بظروف اجتماعية معينة تمنع مثلا من التنقل. لو كانت عندهم أندية مثلا يقضون فيها فترة النهار مثلا من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 2 الظهر، يتكلمون مع بعض، يتعرفوا على بعض ويختلطوا مع المجتمع. لأن مثل ما احنا ننشئ الطفل مع مجتمع، احنا لازم ننشئ أيضا، أو خلينا نقول نعيد إنشاء كبير السن وفي المجتمع. شكرا لك دكتور عبد العزيز، أستاذ مساعد في المجتمع، شكرا لك. الله يعطيك العافية. والآن جولة على أبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ارتفاع الإصابات بكورونا بالمملكة بنحو 70% في يوم واحد في الثاني من يناير. كانت الإصابات في البداية مرتفعة ثم أخذت في التراجع مع تشديد وزارة الصحة بأخذ اللقاحات وخاصة اللقاح المعزز الثالث. 48% من المواطنين تعرضوا للتسول الإلكتروني. التسول أصبح الآن ليس بالطرق التقليدية في الشوارع والميادين، بل أصبحت في إلكترونيا، سواء بالإيميل سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا كل هذه يحذر منها لمخاطرها التي قد تكون غير نظامية وقانونية. في استطلاع للرأي العام، 72% من كبار السن بالمملكة يهتمون بمظهرهم الخارجي. أعتقد أنه هذا سبب رئيسي في زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المملكة، وأيضا الرعاية والاهتمام الصحي العالي في المملكة زاد من اهتمام كبار السن أيضا في صحتهم. زوبعة في الصحافة، عامل النظافة الكاتب عادل عبده يطالب بسعودة مهنة عامل النظافة مع منحهم رواتب مجزية. والعنزي وهو مستشار الموارد البشرية، لا تستفزوا السعوديين. طبعا هذه كانت جدلية واخذ ورد في مسألة قبول العمل وعدم العمل في مسألة عامل النظافة. قد تكون الهدف الأساسي هي الأهم هو العمل والعمل والعمل، مع الاهتمام طبعا بالوظائف الأعلى والأفضل. وصلنا إلى نهاية الحلقة من حديث المملكة، معي أنا راشد فوزان. والمزيد من المتابعة من خلال موقع المحطة CNBC عربية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وسناب شات. مع السلامة.
البرنامج برعاية الخبير المالية.